بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي مع الجزء الثاني من شرح معادلات الإكسل. طبعا عرفنا في الجزء الأول أساسيات معادلات الإكسل، وهشرح بسرعة موضوع الرينج الثاني بسرعة. احنا لو عندنا معادلة مثلا هنا وعايزين نجيب موضوع الرينج فيها بسرعة، الرينج قلنا حاجة من اتنين، لإما بتكون عندنا خلايا جنب بعض، فدي بنقول من هنا من الخلية دي الى دي، فدي بنكتبها ازاي؟ هنكتب كده مع بعض. طبعا قلنا اول حاجة يساوي، بعد كده اسم المعادلة اللي هي صم. ولو تلاحظ اول ما ببدأ اكتب بيجيب لي اختيارات، لو ما بكتب الحروف مظبوطة بيمشي معايا صح، بفتح قوس بيجيب لي اللي بعد كده اهو زي ما ظهر قدام حضراتكم، بيقول لها اول حاجة هنكتبها دلوقتي نمبر 1 الحاجة الاول، لاما انا بكتبها بي 2 اللي هي اول خلية عندي، بي 2 اعطاها علامة ازرق اهو، او ممكن انا اروح بالماوس واختارها بي 2 اهو كتبها برضو. بعد كده زي ما ظهر قدام حضراتكم في الفصل المنقوطة دي اللي هي سام كولون، ودي قلت لحضراتكم بتختلف من جهاز لجهاز، اللي هي لو فصلة منقوطة زي كده دي بنكتبها بحرف الكاف، لو كانت فصلة بس دي بنكتبها بحرف الواو، فعلى حسب الموجود. اول ما بعملها الفصلة المنقوطة شايفين حضراتكم ايه اللي بقى زاهي؟ نمبر 2. بيقول له خلية ايه تاني؟ هقول له سي 2، انا كده مشهم خلية خلية. برضو نمبر 3 وهكذا، هقول له دي 2 كده. انا خلصت، هقفل القوس بتاعي واقول له انتر، جمعهم لي، جمع لي دي ودي ودي. دي حاجة من الرانج اللي انا هجمع خلايا. الطريقة دي بتكون ان انا همشي خلية خلية، دي بتكون افضل في حالة الخلايا اللي مش متصلة. يعني ايه مش متصلة؟ يعني خلية مثلا هنا وخلية هنا وخلية هنا، فانا هقعد اختار له بقول له والله انت اجمع لي دي ودي ودي. انما لو جنب بعض زي دول الافضل مش ان انا اعمل الطريقة دي، امال الافضل ايه؟ الافضل ان انا هقول له اجمع لي من اول بي 2 اللي هي دي، بدل ما اقول له بقى سي 2 لغاية دي 2، ممكن يكون عندي انا ايه كذا خلية، انا عملت 3 بس، ممكن تكون 6 10 100. هقول له لغاية اخر كام؟ الى او لغاية اللي هي بتتعمل بشيفت كاف اللي هي النقطتين فوق بعض، ده يعني الى دي 2. هنا عشان الالوان هنا ظهر ان هو عملهم كلهم بعلامة ايه؟ ازرق، عملهم كلهم ازرق. وقف القوس واقول له انتر، طلع لي النتيجة. انما لو مختلفين هقعد اقول له بقى والله اجمع لي بي 2 مع سي 3 مع بي 4 وهكذا. انما لو متصلين الاسهل ان انا اعمل واحد. ده شرح سريع لموضوع الرانج دي، لاما اقول له اجمع الخلية دي والخلية دي والخلية دي والخلية دي، الوادية اللي هي بتكون الفصلة او الفصلة المنقوطة. انما اقول له اجمع لي من اول كذا لغاية كذا من الى دي اللي هي ايه النقطتين فوق بعض اللي هي بنعملها عن طريق شيفت وكاف، شيفت وكاف. دلوقتي هشرح حضراتكم حاجة صغيرة لكنها حاجة في غاية الاهمية ولازم نكون عارفينها قبل ما نبدأ في المعادلة، اللي هي خامس حاجة اللي هي ايه في الهاندل. ايه الفيل هاندل ده؟ الفيل هاندل اللي هو انا لو عملت معادلة مثلا هنا قلت له يساوي اسم المعادلة صم، هفتح قوس هقول له مثلا اجمع لي من دي، ممكن اعملها كده اهو، وقفلت. طيب انا عرفت كده مجموع احمد في الثلاث مواد دول 240 150 و90 240. طيب انا لو عايز اعرف باقي الطلبه اللي انا عندي دول، باقي الطلبه اللي انا عندي دول، هل هكتب المعادله في كل واحده؟ لا. الاكسل بقى في ميزه جميله، ايه هي؟ موضوع الفيل هاندل، اللي هو انا محتاج اعمل معادله في واحده بس، وكل اللي عليا ان انا باجي في الخانه اللي انا عملت فيها المعادله، لما باجي كده بالسهم شايفين حضراتكم
بقى شكله ايه. اول ما يبقى بهذا الشكل يجي علامة الزائد كده، بضغط كليك شمال وبسحبه لتحت اهو، بسحبه على كل الخلايا اللي انا عايز يطبق عليها المعادلة. طبق لي المعادلة على باقي الخلايا. يعني انا كل القصة هحتاج اعرف معادلة واعملها مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، بمجرد موضوع الفيل هاندل بشد لتحت طبق لي المعادلة على باقي الخلايا. ميزة الفيل هاندل اللي هو بيمشي معايا لتحت، بيمشي معايا يمين، بيمشي معايا شمال، ما زي ما انا عايز، زي ما انا عايز في الجدول بيمشي معايا وبيطبق. تمام. طيب في موضوع الفيل هاندل في ملحوظة صغيرة لازم نكون عارفينها، انا بحاول ادي حضراتكم كل المعلومات اللي عندي وكل الحاجات اللي انا اكتسبتها. الفيل هاندل جميل زي ما حضراتكم شايفينه بيطبق، انا بعمل معادلة مرة واحدة بطبعها الباقي، بس ممكن بتبقى في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ بفرض انا في شركة او انا بعمل عملية حسابية لموظفين، وجي مدير الشركة بيقول لي والله احنا هنفترض مثلا دلوقتي ان دي مش درجات مثلا طلبة، ان دي مرتبات، دي مرتبات، وليكن ده مثلا اساسي، ده اضافي، ده مكافأة، واحمد مثلا هياخد 240 جنيه في الشهر، وده 180، ده 170، ده 200، ده 250. كل شهر بيكون في حاجة اسمها ايه؟ المكافأة. تمام، نظبطها كده. والمكافأة عندي 50 جنيه. طيب قال لي المكافأة دي ضيفها لي على الموظفين الشهر ده، هنديهم مكافأة 50 جنيه، وعايز ادخلها انا في المعادلة. هدخلها ازاي؟ ببساطة ميزة المعادلة او انا بستعملها كده، ان انا بكلم بالعربي وبطبقها المعادلة. والله هقول كمعادلتي المعادلة انا عايز اجمع دول واضيف عليهم 50 جنيه، يبقى هنا هاجي هنا بعد كده هقول له زائد 50 جنيه اللي هي دي، وهدخلها في المعادلة لسبب بالخانة. مش هكتبها 50، لو كتبت 50 ضفالي اهو، كانت 240 و50 بقت 290. انما انا لو جيت غيرت ال 50 ده بقت في شهر مثلا 40، هل دي اتغيرت؟ لا، هحتاج ارجع يدوي واغيرها 40. احنا مش عايزين نشتغل يدوي، عايزين نشتغل كله بالمعادلة، ونغير في حاجة تسمع في الباقي. انا لو جيت هنا وعملتها معادلة، لو حشت دي وقلت له دي الخانة دي اسمها ايه؟ اسمها ايه 11، ايه 11، او ممكن اجي بالماوس كده وبختارها اقول له زائد المعادلة دي تجمع لي عليها زائد ايه 11، وقلت انتر طلعت لي 280. ميزتها ايه بقى؟ لو انا دي خليتها 50، شايفين المعادلة فوق اتغيرت، لو دي خليتها 100 غيرت فوق، لو دي جه في شهر المدير قال لي لا دي 20 بس اتغيرت، لو جه في شهر خلاها 40. تمام، فاهمين الفكرة؟ طيب الفكرة في الجزئية دي ان انا لو جيت هنا وسحبت لتحت، المفروض ايه يا جماعة؟ المفروض ان هو بيطبق لي الموضوع على كل. طب نشوف كده، ايه ده طبقش ليه؟ مش المفروض بيطبق؟ مع الفيل هاندل بقى هنا بقى فيه عيب. ايه العيب بتاعه؟ يعني باختصار شديد هو هينزل بالبي 2 والدي 2، هتبقى بي 3 دي 3، بي 4 دي 4، وهكذا في دي هتبقى ايه 11، وبعد كده هتبقى ايه 12. طب ما هو اللي تحت فاضي. لا، ده انا عايز اثبت له دي، دول هيتغيروا لان هنا دي تحت بعض في جدول، في بيانات مختلفة، انما ال 11 دي ثابتة معايا. ال 11 اللي هي المكافأة دي، ده الخانة دي او الخلية دي ثابتة معايا، مش هينزل. يعني شايفين حضراتكم هنا اهو 11، شايفين حضراتكم هنا بقت ايه 12، هنا ايه 13، الله، هنا ايه 14. لا، طب انا عندي هي ثابتة المكافأة، طب ازاي اثبتها بقى؟
التثبيت بقى عندنا بنعمله عن طريق بنيجي قبل الحاجة اللي هتتغير اللي هي الحداشر واتناشر والتلاتاشر، وهنحط قبلها ايه يا جماعة؟ هنحط قبلها علامة ايه؟ اس دولار اهو كده. انا بقول له يا اكسل ركز معايا، الخانة دي ما تغيرها ليش، ما تجيبليش الخانات اللي تحتها دي، ثبتها ونضغط انتر ونسحبها لتحت. شايفين يا جماعة اتغيرت ازاي؟ وكده اقدر دي اغيرها 30 بيغير في كله، 20 بيتغير في كله، 40 بيتغير في كله، لان انا ايه ثبتها بالاس دولار. انما فاكرين لما انا ما كنتش مثبتها، الفيلاندل بيجيب لي الخليه دي بيطبق لي المعادله فيها وبيغير بقى على ارقام الخلايا، ولما انا ضفت دي فبرضه جايب لي الخانات اللي تحت. امال تحتيها فاضل؟ لا انا عايزها تثبت كده يا جماعه. فهمنا موضوع في الهاندل تمام. دلوقتي نبدا نشرح في المعادلات. الحمد لله، زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا 9 معادلات. حضرتك لو هتروح اي مكان حتى تاخد كورس في الاكسل هيشرح حضرتك 9 معادلات دول. نكبرهم كده الحوش ده، خلاص احنا مش عايزينه. تمام يا جماعه، دلوقتي عندي 9 معادلات. زي ما شرحنا قبل كده ان اي معادله، يعني عندنا الاكسل ده فيه بتاع 500-600 معادله، كل المعادلات اساسهم واحد، يساوي اسم المعادله اللي هو اسم من الاسماء دول او غيرهم طبعا، لان في زي ما قلت لحضرتك اسماء كتيره، بس دول اشهر واهم معادلات هتحتاج تستخدمها. وبعد كده الحاجه اللي بين الاقواس اللي هي المعادله نفسها، وزي ما قلت لحضراتكم اللي هي بين القوس اللي هي من صم لغايه كاونت بلان دي اللي هو الرانج. وهنبدا اشرح لحضراتكم موضوع الصم تاني، ولما نفهمه هنطبقه على الباقيين هنلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا ان شاء الله. اسمائهم اول حاجه صم يعني جمع، يعني لما عاوز اجمع خلايا مع بعض بختار معادلة صم، او متوسط الخلايا بختار مكان الصم افريج. لو عايز اعرف اكبر قيمة في الخلايا بقول له ماكس، لو عايز اعرف اصغر قيمة بختار من، دي عددات وهشرحها لحضراتكم دلوقتي. بعد كده الاف دي معادلة لو كذا، دي يعني ايه فيها، بتبقى فيها شروط. هنبدأ نشرح مع بعض اول حاجة اللي هي سم. نيجي هنا زي ما اتفقنا اي معادلة بتبدأ ايكوال، بنكتب المعادلة بتاعتنا ولازم نكتبها صح. ادي سم، لو انا كتبت مثلا غلط شايفين حضراتكم الكتابة اللي كانت ظاهرة معايا اختفت، فتحت قوس ما جابليش ايه معادلات، دي اشارة مبدئية ليك ان انت ماشي غلط. لكن لو انا بكتب المعادلة صح ادي اهو صم ماشي معايا، فتحت قوس جاب لي بقى المعادلة، يبقى انا كده بكتب المعادلة صح. قلنا صم يعني ايه؟ جمع. قلنا اجمع لي مثلا من بي 2 الى دي 2 ونقفل القوس جمعهم لي. طيب انا لو عايز متوسط يبقى هنحوش الصم دي وهنكتب افريج، وانا بكتب بيظهر لي برضه متوسط، انتر جاب لي المتوسط 80. طب انا عايز مش افريج، انا عايز ماكس. شايفين حضراتكم اللي بين المعادله واحد بين كل المعادلات دي، عايز اعلى قيمه ماكس، اعلى قيمه اللي هي هنا كام؟ 100 صح. طب اقل قيمه كام؟ 50. طب هنشوف بدل الماكس هتبقى من 50 تمام. الموضوع بسيط جدا باذن الله، اهو عرفنا السم والافريج والماكس والمن. هنبدا بقى دلوقتي هنشرح الكاونت والكاونت ايه والكاونت بلانك. الكاونت ايه والكاونت، الكاونت ده عداد خلايا. انا لما عاوز اجمع عدد الخلايا، انما لو انا عايز اجمع
القيمة اللي جوه الخلايا، انا زي ما قلت لحضراتكم عندي الصم ده بيجمع، الصم ده بيجمع لي اللي جوه الخلية مجموعه كام، انما انا الكاونت ده بيعدل لي عدد الخلايا الموجودة عندي. طب ايه الفرق بين كاونت وكاونت ايه وكاونت بلاك؟ الكاونت ده بيعد الخلايا، بيعد الخلايا اللي فيها ارقام بس، لو خلية فاضية ما بيعدهاش، لو خلية فيها اسم مش رقم ما بيعدهاش. امال ايه كاونت ايه؟ كاونت ايه الايه دي اختصار اول، الايه دي اختصار اول، يعني ايه؟ يعني هيجمع لي كل الخلايا اللي فيها سواء ارقام او حروف، انما لو خلية فاضية مش هيدخلها معاه في العدد. طب ايه كاونت بلانك؟ كاونت بلانك ده بيعدل لي عدد الخلايا الفاضية، بلانك دي يعني فارغة او فاضية. طب ندي مثال وبالمثال يتضح المقال. دلوقتي انا عايز اجمع عدد الخلايا ده، عايز اجمع عدد الخلايا ده، انا عندي 1 2 3 4 اربع خليات. هقول له طبعا زي ما احنا عارفين بنبدأ بيساوي اي معادلة، بعد كده هنقول له count، نفتح قوس بندخل. احنا زي ما احنا عارفين قلنا كله نفس الرينج، هنقول له من بي، لا مش من بي بقى، هنقول له من ايه بقى، دي احنا بنجمع خلايا مش هنبدأ من دي، هنبدأ من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ 2 الى دي 2، وبنقفل القوس بتاعنا ونشوف هيطلع لنا النتيجة كام. النتيجة طلع لنا 3 خلايا. طب ليه؟ عشان قلنا ان الكاونت بس ده بيجمع الخلايا اللي فيها ارقام اللي هم عندي 3. طب انا لو عايز اجمع كل الخلايا، لو عايز اجمع كل الخلايا حتى العربي، يبقى هقول له مش كاونت يا عم، ده كاونت ايه؟ قول اجمع لي كله. بقت كام ايه يا جماعه؟ 4. بس في ملحوظه، لو في خليه فاضيه ما فيهاش رقم او حرف زي دي مثلا ما بيعدهاش، يبقى الكاونت بيجمع لي اللي فيها ارقام بس. الكاونت ايه اهو بيجمع لي فيها ارقام، اللي هو بقت 1 2 بس، لان هو ما دخلش معايا الايه اللي فيها الحروف. كاونت ايه بيجمع لي الارقام والحروف. طيب لو عايز اعرف الخلايا اللي فاضية بس، وليكن هنا مثلا عندي خليتين اهو، يبقى هنقول له ايه؟ كاونت بلانك، كاونت بلانك. اتنين، لان انا ما عنديش خلايا فاضية غير 2 بس، غير 2 بس. هنا ده زي ما انا عامل كده ان ده عداد، دول كلهم عداد، بس ده بيعدل لي الخلايا اللي فيها ارقام فقط، ده ارقام وحروف، ده فارغ فقط، ده فارغ فقط. بعد كده نشرح كاونت اف، ده يعني عدل لي بس بشرط، عدل لي كم خلية فيهم اكبر من 50، عدل لي كم خلية فيهم اقل من 60، كم خلية فيهم بتساوي 50، وده هنحتاج نعرف اكبر من واصغر من ويساوي. طيب هنا العلامة دي معناها ايه؟ دي عملتها بالشيفت واو، دي معناها ايه؟ بالانجليزي معناها اصغر، انما لو في العربي دي اكبر، ودي اكبر من، دي يساوي طبعا. طيب كان في حاجة عندنا اللي هي بيقول لك ايه؟ اكبر من او يساوي، او اصغر من او يساوي. عشان نكتب هنا اصغر من او يساوي او اكبر من او يساوي بنعملها ازاي؟ ثواني هنا هنكبر دول عشان تبقى ظاهرة قدام حضراتكم.
هنا دي قلنا اصغر من هنا، دي اكبر من هنا، دي يساوي. عايز اكتب اصغر من او يساوي، بنعملها ازاي؟ بنعمل كده، دي معناها من اصغر من او يساوي، ودي اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، ودي اكبر من او يساوي. طيب كانت في حاجة تاني برضو اللي هي ايه؟ لا يساوي، لا يساوي، لا يساوي، بنعملها كده، دي معناها كده ان انا بكتب لا يساوي، بكتب لا يساوي. لازم نعرف دول عشان نعرف نكتب المعادلة. صغرهم شوية عشان يبقوا معانا ايه في مكان واحد وشايفينهم. تمام، دي لا يساوي. يبقى عرفنا في العلامة دي اللي هي نعملها بالشيفت واو، أصغر من دي أكبر من ده يساوي، ده أصغر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي، ودي لا يساوي. طيب أنا هنا في المعادلة بتاعت count f، عدلي بس بعد إذنك بشرط، عدلي كام خلية هنا أكبر من 50، أكبر من 50 اللي هو عندنا هنا خليتين. المعادلة بتاعت الكاونت اف بتتكون من شطرين، بتتكون من شطرين، هو شطرين طبعا يساوي، دي ثابتة معايا في كل المعادلات. الاسم بتاعها اللي هي عندنا هنا كاونت، كاونت اف، واللي هنا بين القوس، بين القوس هنا بيكون الرانج اللي هو الجزء اللي انا هشتغل فيه، الرانج و الشرط بتاعي، الرانج والشرط بتاعي. عندي زي ما قلت هنا اي معادلة بتتكون من ثلاث اجزاء، اي معادلة بتتكون من ثلاث اجزاء، يساوي والنيم، هنا عندي كاونت اف، وبعد كده هنا عندي البين الاقواس، هنا عندي البين الاقواس الرانج، وبعد كده الشرط. طب ندي مثال، ندي مثال equal count f، وبنفتح القوس بتاعنا. شايفين حضراتكم كتب لي ايه؟ اعمل لي اكتب الرانج بتاعك، والله فرينج المجال او الجزء اللي هو هيشتغل فيه، اللي هو عندنا من دي 2 الى دي 2.
عشان ابدا اكتب الشرط بتاعي اعمل الفاصلة المنقوطة. نشط معايا ايه الجزء بتاع الشرط اللي هو لو سمحت عدلي بس بشرط في الجزء ده عدلي كام خلية اكبر من 50. الشرط بتاعي بحطه بين علامتين كده تنصيص صغيرين، دي بنعملهم عن طريق شيفت طه اهو، واقول له انا عايز تعرف لي تعدل لي كام خلية اكبر من 50، اكبر من اهو اكبر من 50، واقفل علامتين تنصيص واقفل القوس بتاعه واتك انتر. قال لي والله عندك خليتين اكبر من 50 اهو بالفعل. طيب لو عايز اعرف هقول له كام خلية اكبر من او يساوي 50، اكبر من او يساوي 50، عندي خلية يساوي، يبقى هيقول لي ده هنعملها ازاي؟ اكبر من او يساوي، قلنا دي لما نعوز نكتب ده اكبر بس، اكبر من او يساوي هنحط هنا يساوي ونتك انتر، بقى 3 بقت 3. وكذلك نطبق بقى اصغر من او يساوي او لا يساوي. تمام، الموضوع بسيط يا جماعه، وزي ما قلت هنا موضوع الشرط بنحطه بين علامتين تنصيص، علامتين التنصيص دول عن طريق ايه شيفت زائد حرف الطاء. تمام يا جماعه، يبقى الشرط بنحطه بين علامتين التنصيص، يبقى الرينج وبندي هنا كوما او سما كوما، انا عندي هنا سما كوما، يبقى اهو اللي هي دي اللي هي دي، والشرط بتاعي بحطه بين علامتين التنصيص. تمام تمام، يبقى المعادله بتاعت الكاونت اف يساوي كاونت اف والرينج بتاعي والشرط بين علامتين التنصيص، واعطينا مثال وعرفنا اصغر من اكبر من يساوي اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي لا يساوي. واحد يقول لنا ازاي اعرف ان العلامه دي اصغر من العلامه دي اكبر من؟ هقول والله شوفها بتفكرك بايه، بس ده كان مدرس بيقولها لنا في العربي، يعني ده بتفكرني بالثمانية اهو، دي تفكرني بالسبعة، فدي يبقى المفروض اكبر من دي اصغر من ده بالعربي، انما بالانجليزي بيكون العكس كده، دي اصغر من ده يساوي. كده عرفنا المعادلة بتاعة count if، وعرفنا اصغر من والاكبر من او يساوي بتتعامل ازاي، وعرفنا المعادلة بتاعتها بتتكتب ازاي. دلوقتي فاضل معانا اخر معادلة اللي هي اف لو. المعادلة بقى بتاعة الاف احنا قلنا كله بيشترك في ايه يا جماعة؟ الاساس بتاعهم واحد، يساوي والاسم اللي هنا هيكون اف، اللي هنا هيكون اف، ونيجي هنا بيبقى كله الكلام في اللي بين القوسين. هنا بيكون كل الكلام في اللي بين القوسين. تمام، قلنا ان بين القوسين من اول سم لغايه كاونت بلانك اللي هو الرانج فقط، بيجي هنا من الكاونت اف بيبقى الرانج زائد الشرط بتاعي، اما هنا في الاف بيكون 3 اجزاء. يبقى المعادله بتاعه اف اللي بين القوسين بيتكون من 3 اجزاء، اول جزء الشرط بتاعي، تاني جزء عند تحققه يكتب كذا، تالت جزء عند الفشل او غير كده يكتب لي كذا، اللي هي بتكون بالشكل ده اف الشرط بتاعي، بعد كده عند التحقق تكتب ايه، غير كده او عند الفشل تكتب ايه، بيكون اللي بيفرق بين ده
وده وده، الكومة او السما كومة على حسب عندك في الجهاز زي ما بيظهر. انا عندي مثلا سما كومة، ممكن تكون عندكم كومة. طيب نيجي ندخل شرح هنفهم اكتر. هنقولها بالعربي، هنقولها بالعربي ونترجمها لمعادلة. بس هنا في الاول بنجمع الاول، هنجمع دورة بنطبقهم على الباقيين، تمام. وبنيجي هنا بنكتب المعادلة، وعندنا مثلا احنا عندنا ثلاث مواد، هاجي هنا هعمل معادلة هعرف منها الناجح والراسب من الطلبة عندي، ادي المجموع بتاعه في المواد. لو هنا هنضيف مادة مثلا وليكن نكبر ده شوية، الاف بتاعي عايز اعرف في المجموع ده، عايز هنا يكتب لي ان كان الطالب ده ناجح ولا راسب، ان كان الطالب ده ناجح ولا راسب. انا عندي هنا اربع مواد، المادة من 100 يبقى المتوسط بتاعها 200، يبقى هو لو جايب 200 يبقى ناجح، لو جايب اقل من 200 يبقى راسب. تمام، عايز اعملها كمعادلة اعرف يطلع لي هنا يكتب لي ان كان ناجح ولا راسب. وزي ما احنا عارفين ان المعادلة بنكتبها مرة واحدة بس، هنكتب المعادلة، هنكتب يساوي اف لو، وبنفتح قوس كتب له ان في تلات اقسام. اول حاجة لوجيكال تكست اللي هو الشرط بتاعي، الشرط بتاعي هنا اللي هو المجموع. انا بقول لو مجموع الطالب اكبر من او يساوي 200 يبقى ناجح، غير كده يبقى صعب. يبقى هقول له اف لو المجموع بتاع اللي هو عندي هنا في اف 2، ادي بتاع لو المجموع ده تمام اكبر من او يساوي 200، لو المجموع ده اكبر من او يساوي 200 يبقى ناجح. عشان ندخل في الجزء بتاع عندي التحقق بنضغط هنا المكتوب عندنا ايه سمكم اهو كاف، نشطها معانا ناجح. ممكن نكتبها بالعربي ناجح، ممكن نكتبها بالانجليزي زي ما احنا عايزين، بس بما انها معادلة خليها بالانجليش افضل واحنا هنفهم منها. اللي هو مثلا اس، حرف الاس، غير كده اللي هي الكاف يبقى سائط اللي هي اف فولس، ونقفل المعادلة بتاعتنا. الله ما طلعهاليش ليه؟ هقول لحضراتكم ما طلعهاش ليه، لان اي حاجة بتتكتب حرف او كلمة المفروض ده انا كاتب ناجح او سائط، لازم احطها بين دبل كوتيشن اهو، ونضغط انتر كتب لي اس، كتب لي اس ناجح. هشدها كده لتحت بالفيل هاندل اهو، قال لي والله كلهم ناجحين ما عدا سيد هو اللي ناقص. طيب لو انا نزلت دي مثلا التمانين بتاعة رامي لتلاتين، فهنا بقى 150 اقل من الميتين بقى صوت،
لو هنا انا دي مثلا زودته بقى 80 بقى ناجح وهكذا. بمجرد ما بغير في درجات الطالب نجح بيترتب عليها نجاحه او سقوطه بالنسبة للمعادلة اللي احنا عملناها. يبقى معادلة الاف بتتكون من اف لو الشرط بتاعي اللي هو مجموع الطالب اكبر من او يساوي 200، يبقى بين علامتين التنصيص ممكن هنا بدل الاس هكتبها ناجح، ممكن اشيل دي خالص واكتب ناجح، غير كده يبقى ساقط واقول له انتر اهو بقى ناجح وساقط. شايفين يا جماعه اللي انا بكتبه؟ لذلك هنا بيكون بين علامتين تنصيص. اي حاجه انا عايزها. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب في بعض الملاحظات ممكن نقولها على الاف. اول حاجه عندنا هنا قلنا الاف تتكون من 3 اجزاء، الشرط بتاعي، وفي حاله تحقق الشرط، في حاله عدم تحققه يكتب ايه. الحاجه اللي بين علامتين التنصيص دول اللي هو الدبل كوتيشن بيظهر زي ما هو، لا بيتجمع ولا بيدخل في معادله ولا بيطرح ولا اي حاجه، لذلك بحطه بين علامتين تنصيص. اي حاجه في المعادلات بين علامتين تنصيص بيظهرها زي ما هي بدون اي تدخل من الاكسل. طيب دي اول ملاحظه. تاني ملاحظه ان معادله الاف ممكن اعمل فيها معادله جوه المعادله. ازاي؟ الجزء عندي الاولاني اللي هو الشرط بتاعي ده، اللي هو انا قلت لو اف لو مجموع الطالب اكبر من او يساوي 200 يبقى ناجح، غير كده يبقى صعب. طيب مجموع الطالب انا عندي هنا خانة جمعت، عشان كده انا جمعت في البداية. طب انا لو مش جامع هل اقدر اكتب معادلة الجمع؟ هحوش هنا الاف 2 دي وهقول له صم، نفتح قوس من اول هنا 90% واقفل القوس بتاعي انتر، طلعت نفس النتيجة. يبقى انا من جمال الاف اقدر اعمل معادلة جوه المعادلة. اف لو مجموع الخانات دي، وشوف عاملهم بعلامة ازرق اهو، من البي 2 لغاية الاي 2 اللي هو مجموع المواد اكبر من او يساوي 200 يبقى ناجح، غير كده يبقى ساقط. يبقى انا ممكن اقول له المجموع كخانه وممكن اكتبها كمعادله، يعني انا كتبت معادله الصم جوه معادله الاف عادي، مفيش اي مشكله. تمام تمام. طيب كمان ممكن اقدر استخدم الاف في لو انا في الجامعه اكتب بيه التقديرات، ولتكن مثلا التقديرات لو هنعمل الاول بنبقى عارفين، يعني مثلا التقديرات عادة كم في المية؟ مثلا 50 اللي اقل من 50 بيكون ساقط، الاقل من 65 بيكون مقبول. هكتب قدامه في العربي، هكتب قدامه بالعربي بعد ما اخلصه. الاقل مثلا من 80 بيكون جيد، الاقل من 90 بيكون جيد جدا. الاقل من، لا هنا بقى بيكون الاقل من، اقل من او يساوي 100 ده بيكون ممتاز. لو مجموع بقى غير كده، لو اي حاجة غير كده هنا يبقى ايرور، يبقى ايرور خطأ. هنا ده طبعا قلنا ايه؟ قلنا ده ضعيف، ده مقبول، ده جيد، ده جيد.
جدا. يا ممتاز، ده اللي هو غير اي غير كده، ده غير كده. غير كده يطلع لي رسالة ايرور. هنعملها ازاي في معادلة؟ هنضيف هنا خانة، هنطلع فيها التقدير. التقدير بنجيبه لو عندنا هنا 4 مواد يعني مجموعهم 400، وادي مجموع كل طالب، يبقى هنقول هنا يساوي المجموع ده على 400 في 100، طلع لنا ده نسبته كام؟ 72، وهنطبقها على الباقي. طلع لنا كده ايه النسبة او التقدير بتاعت كل واحد، واحنا عرفنا كده اللي جايب 50 هيبقى ضعيف، مقبول 65، 80 جيد، 80 جيد، 90 جيد جدا، 100 اكسلنت. غير كده يعني ايه غير كده؟ يعني لو واحد مثلا، لو انا بدخل في المعادلة لو كتبت واحد خد اكتر من 100، خد اكتر من 100، فهنا يطلع لي كده حاجة غلط، في ايرور، اكتشف منه ان في غلطة. وهنا هنقول التقدير هيكتب لي هنا ايه التقدير، بدل ناجح سائق لا هيكتب لي مثلا والله ده جاب جاي جدا، ده جاب ضعيف، ده جاب مقبول. هنعملها ازاي؟ الموضوع بتاع التقديرات انا عندي شروط كتيرة، يعني انا عشان هنا يكتب لي ان هو كان ضعيف، يعني هو كمعادلة هيبص في التقدير ده، لو التقدير ده كان اقل من 50 هيكتب ضعيف، لو اقل من 65 هيكتب مقبول، لو اقل من 80 هيكتب جيد. فشايفين حضرتك كذا شرط. لو غير كده، طب دي هكتبها، هي الفكره برضو بكتبها مره واحده، فانا بكتب كذا معادله، كذا معادله جوه الاف، ودي زي ما قلت لحضراتكم من مزايا الاف ان انا بقدر اكتب فيها اكتر من معادله جوه المعادله. طب نكتب كده ونشوف. هنقول له ايكوال اف، لو بنفتح الشرط بتاعي، لو التقدير اللي هو عندي هنا جي 2، لو التقدير ده اقل من 50 يكتب ايه؟ نشاطنا هو الفاليو، يكتب لي اف اللي هو ضعيف. هنسيب قصة غير كده للاخر، اللي هو غير كده احنا اللي احنا كاتبينها ايرور تحت، وهنكتب المعادلة التانية او الشرط التاني، ان كل ده شروط. انا عندي كذا معادلة، يبقى احنا قلنا اول حاجة لو المجموع اقل من 50 هتكتب لي اف. طب عايزين نكمل بقى، لو برضو المجموع اقل من 5 يكتب لي مقبول، يبقى نكتب برضو معادلة تاني اللي هي اف اهو اف، ونفتح قوس. لو الشرط بتاعي اللي هو الجي 2 اقل من 65 هتكتب لي فير. ندخل على اللي بعديه، نفتح نكتب اف تاني اهو، نفتح قوس. لو اف، لو التقدير بتاعي اللي هو جي 2 اقل من 80 تكتب لي جي، لو اف، لو التقدير بتاعي برضو اللي هو الجي 2 اقل من 90 تكتب لي very good جيد جدا. اف، لو تحقوس المجموع بتاعي اللي هو الجي 2 اقل من او يساوي 100، اقل من او يساوي 100 هيكتب لي ايه؟ هيكتب لي اكسلنت. انا كده خلصت الشروط بتاعتي، خلصت. هنا بقى الحاله الوحيده اللي هقول له غير كده، غير كده تكتب لي ايرور.
هنحطها بين علامتين تنصيص. ونقفل القوس بتاعنا. طبعا انا عملت كذا معادلة فهقفل كذا قوس، شايفين كل قوس باللون بتاعه لغاية ما اجيب القوس الاسود اللي هو اخر واحد، واقول له انتر. طبعا هو ما طلع ليش هنا ليه؟ لان القيم اللي انا مدخلها لازم احطها بين علامتين تنصيص، وده حبيت اوريها لحضراتكم عملي برضو زي ما حطيت الايرور في الاخر اللي هو الشرط بتاعي لازم احطه. يبقى اقول له اف لو اقل من، لو اول حاجه اقل من 50 دي بحطها بين علامتين تنصيص، لازم احطها بين علامتين تنصيص. اف لو 65 الفرد احطها بين ايه؟ علامتين تنصيص اهو. هنا هاجي في الجي بين علامتين تنصيص، الفيري جود بين علامتين تنصيص، الاكسلنت بين علامتين تنصيص، والتكي انتر جاب لي جي. وهنا هنزل على الباقيين هيقول لي فير، طلع لي هنا التقديرات. طيب حالة الايرور طبعا هنا المجموع عندي هنا ان ايه، لو واحد في مواد جاب، طبعا هو الحد الاقصى للمادة 100، لو واحد جاب كتبنا له بالغلط 200 هيطلع لي ايرور، طلع لي ايرور في كده خانة داخلة غلط، هنا في خانة داخلة بغلط، المجموع بتاعه زاد عن المجموع كل اللي هو المفروض 400 فقال لي ايرور، غير كده بيكون ايرور. ده جايب جيد، ده مقبول، ده ضعيف بناء على التقدير بتاعه. ده زي ما عرفنا ان ميزة الاف ان انا شايفين حضراتكم كاتبين فيها قد ايه معادلة. اهم حاجة في القصة دي في النهاية لما اجي اكتب بقفل الاقواس بتاعت كل الشروط. الملاحظة في الحاجات دي ان انا باجي في النهاية لما اجي اقفل بقفل كل الاقواس لكل المعادلات اللي انا فتحتها، دي حاجة. الحاجة التانية الشرط اللي بتحقق لازم احطه بين علامتين تنصيص، لو ما حطيتهوش هيطلع لي زي ما ظهر قدام حضراتكم قبل كده، حبيت اوريها لكم عملي. تمام، وبكده نكون انتهينا من شرح المعادلات. اتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم شرح المعادلات باسلوب سهل وبسيط. ولو اي حد عنده ملاحظة او عنده تعليق او عايز يسأل في اي حاجة انا تحت امركم، يشرفني بالتعليق اسفل الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك للفيديو وشير مع اصحابكم، واتمنى تتفرجوا على باقي الفيديوهات الموجودة على القناة، ان شاء الله هتستفيدوا منها اكبر استفادة. ولو اي حد عايزني اشرح له اي برنامج او اي مشكلة عنده بيواجهها في الكمبيوتر بشكل عام، يتفضل مشكورا يكتبها لي في تعليق. سعدت بيكم، ومعلش لو كنت طولت عليكم بس الموضوع كان محتاج شرح باستفاضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.